زملاء الفقيد المرحوم ابو الادهم اولاد صفو شفت القسمين هون رفاقه في الحزب والجبهه موجودين هون اعضاء الكنيسه موجودين هون معلمي المدرسه في حكمي ومدارس اخرى مدراء مدارس كل ما كل الاحترام لكل الموجودين محط الالقاب للكل ما بنقدر نعدد الكل واصدقاء ورفاق وضيفات ضرب وكل من كان له صله به ومعروف انه ابو الادهم وين كان يقع كان فيه تاثير وكوين كان في زام الإنسان كان يرى به صديق وفي له فباسمي ككمال طربية مدير المدرسة الحكم الثانوية وباسم أبو محمد رئيس البلدية المحترم مازن الأخ مازن غنايم بنرحب فيكم جميعا وبنقولكم إحنا جايين اليوم إن نشكر أولا البلدية اللي استجابت لطلب الجماهير الواسعة بتسمية مدرسة الحكم الثانوية على اسم المرحوم أبو الأدهم باسم مدرسة الحكمة مدرسة جمال طربية الثانوية في العبراني بسيفر تيخون على شم جمال طربية بالإنجليزي جمال طربية هاي سكول فالتسمية راح تكون شفتوها على باب المدرسة موجود طبعا هون وبهاي المناسبة أبو الأدهم قد ما نحكي عنه مش راح ينوفي حقه ولذلك احنا في التأبين هناك راح نعطي مجال للكل يحكي ويعبر عن مناقب الفقيد والمرحوم وأعماله ولكن ليش البلدية اختارت هذه المدرسة بالذات؟ لأن مدرسة الحكمة الثانوية هي كانت درة التاج بالنسبة لمشاريعه وأعماله العديدة وبنى العديد من المدارس وأضاف على مدارس أخرى الكهرباء والمي ما بدي أحكي عليها أنا بحكي على المشاريع التعليمية الأساسية لأنه بناء الإنسان هو فقط بالتعليم فنشكركم جميعا على حضوركم الله يأجركم الجميع أبو الأدهم مش بس ابن سخنين كان ابن الأقلية العربية كافة من راهط في الجنوب لهضبة الجولان المحتلة في الشمال مثلنا بالشكل اللائق كان سفيرنا المربي كان الرئيس كان الإنسان الوطني اللي كان عمليا بيته مفتوح زوجته الله يعطيها الصحة لأولاده لعموم آل طربية فالله يأجركم جميعا إذا اليوم إحنا بنفتخر في هاي البلد بنقول في عنا مثقفين في عنا مدراء في عنا مهندسين في عنا محامين في عنا أطباء فالفضل الأكبر بيرجع للخالق عز وجل ثم للمرحوم أبو الأدهم لأنه هو اللي حط حجر الأساس في سنة 1972 لما كان الصف التاسع الأول في هاي البلد ومن ثم جاب غرف متنقلة حطها في الجهة الجنوبية وبعدين عمليا حط حجر الأساس في مدرسة جمال طربي الثانوية بدناش نزيد في الحديث لأنه إن شاء الله في المركز أهلا وسهلا فيكم جميعا وباسمكم جميعا بدنا ندعي أختي الأدهم وولاده وإخوته وكل الإخوة مع بعض نزيل الستارة على الاسم الحقيقي لهذه المدرسة من هذه اللحظة راح تكون مدرسة جمال طربية الثانوية فبدي أقول لكم للكل الموجودين هون كان إجماع في بلدية سخنين والحمد لله إحنا موحدين فيش عندنا لا معارضة ولا ائتلاف الكل كان موحد رئيس نواب وأعضاء في اتخاذ القرار الصح لتسمية هاي المدرسة فأهلا وسهلا فيكم جميعا تفضل أختنا العزيزة نعم كانت هاي النار بناشر تروح في المدرسة ذكره محمد ذكره ولا شعوب أهلي طيب باسمكم تعال قولة تلو لو سمحت عن وقت تطلع أبا تطلع لا لحظة كبال كبال ولا وظليت انتوا وراء بتعمل المشوار ان شاء الله وبارك الله فيك واجرك والله الله حياك يا ملا الله يرحمك